طب ده احنا كده بنتكلم على طيف واسع جدا من خدمات المظلة الاجتماعية او المظلة الحمائية للمجتمع. يعني الدولة اشتغلت على إصلاح وتوسع في منظومة الحماية الاجتماعية بدءا من الإصلاح التشريعي، وزي ما قلت لحضرتك صلحت في قانون التأمينات، كانوا حوالي 5 قوانين ضمتهم بقانون واحد وبسطت الإجراءات، خفضت كمان الاشتراكات وحسنت المعاشات وحطت حد أدنى، اشتغلنا على إصلاح منظومة الرعاية الصحية لما طلعنا قانون التأمين الصحي الشامل، اشتغلنا على كمان اللي هو من خلال القانون بتاع التمويل المتناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نشتغل دلوقتي على مجال التوعية، واحنا عندنا في الوزارة برنامج للتنمية المجتمعية اسمه وعي مصر بتتغير، فاحنا بنبدأ نشتغل كمان الحماية الاجتماعية نفسها من خلال الوزارة، ولكن لازم تبقى في مجموعة متكاملة، يعني مثلث التنمية بنقول عليه الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الخاص، كمان يعني الوصول لبعض الفئات لازم بيبقى بالتواصل المباشر، ومن هنا بدأنا نعمل لنفسنا أزرع أو سفراء لينا على الأرض، ودول من خلال الرائدات الاجتماعية، حاليا دلوقتي في 15 رائدة اجتماعية تتبع وزارة التضامن بتتواصل بشكل شبه يومي مع الأسر المستفيدة من تكافؤ الكرامة أو البرامج المختلفة اللي بتطلقها الوزارة، فده بيخلي ليك وجود على الأرض بسرعة التنفيذ، حتى لما بنيجي نصمم بعض البرامج بنعمل بعض المساحات اللي في الميدان بحيث ان احنا بنرصد هي ايه الاحتياجات وايه الفجوات اللي بتبقى في منظومة الحماية الاجتماعية، بحيث بتساعد ده انه تعمل تصميم جيد للبرامج الجديدة والمستحدثة ومنها العمالة غير المنتظمة. هايل جدا.